شغل يومين بس في مدينتي. منشن لصاحبك وانزل وشحته في مدينتي. الشباب هناك أقل يوم بيعمل معهم 10,000 جنيه وأكتر. ده اللي قالوه الشباب في فيديو وثقوا فيه الحكاية. حكاية الشباب دول وش معنى مدينتي يعني اللي ذكروها في الفيديو بتاعهم. ولدو أكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الشحاتة بقت شغلانة طبعا للي عامل انه ملوش شغلانة. والشحاتين برضو درجات، في اللي بيشحت على أول الشارع جنب بيتهم، وفي اللي بيختار مكانه بعناية يشحت فيه. الشباب اللي بتكلم عنهم دول بقى حكايتهم حكاية، اختاروا مكان ولا أحسن من كده، اختاروا منطقة مدينتي في مصر، دي منطقة فيها من الخير كتير، الشباب هناك عملوا فلوس ولا أحلى من كده. فيديو انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، أبطلوا 2 شباب زي ما يكونوا نزلوا عملوا تجربة اجتماعية، أو ما تعرفش برضو يكون الفيديو هزار ولا لأ، بس هحكي لكم حكايتهم واللي قالوه. الشباب صوروا في الفيديو بتاعهم كمية كبيرة من الفلوس المتطبقة على بعض، فلوس كتير يعني لو جيت تعدها في الأغلب هتعدي 10,000 جنيه ويزيدوا على فكرة، بس أنا بقول لكم أقل قيمة يعني. الشباب قالوا إن الفلوس دي كلها حصلت يومين بس من شحاتة في منطقة مدينتي. متخيلين كمية الفلوس قد ايه وفي وقت شغل قد ايه؟ ده لو شغالين شغلانة تانية بجد مش هيعملوا الفلوس دي كلها، وده بالظبط اللي قصدوا الشباب في الفيديو بتاعهم. الشباب اللي نشروا الفيديو في الاغلب بيهزروا مع اصحابهم وان الشحاتين دلوقتي هم من اغنى الناس في البلد ومعهم من الخير كتير، فلوس حرفيا من الهوا وبدون اي مجهود يذكر. الواحد من دول يقف على ناصية الشارع ويستنى اللي رايح واللي جاي يعطف عليه ويديله من الفلوس اللي معاه. الاغلبيه بقى دلوقتي يبقوا بيقفوا قرب البنوك او المساجد يستنوا اللي طالع من البنك وياخدوا اللي فيه النصيب، وكذلك الحال اللي طالعين من المسجد. دول اكيد فئه من الناس بتحب تعمل الخير وفي الاغلب بيطلعوا اللي معاهم. الشباب دول بقى قالوا ان مدينتي هي اكتر منطقه في مصر فيها ناس معاهم فلوس، والناس دي غنية ومتريشة يعني سهل جدا يطلعوا فلوس من اللي معاهم. زي ما انتوا شفتوا كده شحاتين مدينتي هناك بيكسبوا في اليوم الواحد اكتر من 10,000 جنيه واكتر شوية، وده حلو جدا واحلى من اغلب الوظائف في مصر. الفكرة بقى ان الشباب الشحاتين دول بتوع مدينتي عاوزين باقي الشباب اصحابهم او من اللي شافوا الفيديو بتاعهم الاصلي انهم يتجهوا للشحاتة، وخصوصا في منطقة زي مدينتي. ولو عرفوا يشحطوا في مدينتي زيهم يبقى حلو جدا، ويسبوهم بقى من الشغل الحكومي أو الخاص أو الكلام ده. في النهاية انتم ايه رأيكم في الكلام ده؟ موافقين الشحاتين ان الشباب يسيبوا شغلهم ويتجهوا للشحاتة زيهم؟ موافقين ليهم في رأيهم ولا لا؟ حاجة تانية عايزة اعرفها منكم برضو، ايه رأيكم عموما في اللي بيشتغلوا في الشحاتة؟ هل حد يقبل الشغلانة دي مقابل فلوس كتير؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. Thank you.